وزي ما بنتكلم عن العلم والعلماء بنتكلم ايضا عن الدراسه والاجتهاد في الدراسه والسعي، وان مهما حصل ومهما سنك كبر لا تيأس ابدا من انك يعني تسعى للحصول على درجات علميه متميزه. النهارده عندنا نموذج، عندنا مثال بصراحه، عندنا لوحه كده نقعد نتامل فيها، نموذج مصري مشرف قدر انه يحقق حلمه الاكاديمي ويحصل على رساله الدكتوراه من جامعه القاهره وهو في عمر 71 سنة. يعني طبعا الحياة العملية والشغل في مجال الإعلام كان هو السبب في ابتعاده عن الدراسة الأكاديمية، وبالمناسبة هو خريج دفعة 75 ودي أول دفعة في كلية الإعلام. من وقتها لحد النهاردة لسه عنده الحلم وكان مصر على تحقيقه لحد ما قدر بالفعل أنه يناقش رسالة الدكتوراه. معانا منورنا في الاستوديو النهاردة ضيفنا الدكتور محمد هاني الجمل الحاصل على الدكتوراه بعد سن 70. يعني يا أهلا وسهلا بيك، منورنا ومبسوطين بحضرتك جدا، ومبسوطين بابتسامتك الحلوه دي، ومبسوطين باللي انت حققته. واتس نيفر تو ليت زي ما بيقولوا، يعني مفيش حاجه ابدا وقتها اتاخر. صباح الخير اولا لكل المشاهدين، وبشكر حضراتكم وبشكر البرنامج على الاستضافه الجميله. ويعني حلم حضرتك قلتي حلم اتحقق يعني من 75. طبعا ظروف العمل هنا في اذاعه القاهره 4 سنوات، وكأي خريج كان لازم يتحرك يعني ماديا عشان يكون نفسه. فسافرت الامارات وكانت مغامره بالنسبه لي كمان بالمناسبه، ما كانش في عاده ولا حاجه. وبرضه سافرت وقعدت مثابره حوالي سنه، واشتغلت الحمد لله في اذاعه ابو ظبي حوالي 20 سنه، واشتغلت بعد كده اذاعه وتلفزيون وصحف ووكاله انباء الامارات حوالي 32 سنه. ما شاء الله. فكل مجال التحرير الاخباري بجميع اشكاله الحمد لله مارستها بحكم عملي، وعشان كده وبشتغل كمان اشتغلت كمان طول الفتره مراسل لاذاعه القاهره وصوت العرب والتلفزيون المصري في ابو ظبي. أيوة. وعلشان كده كمان وظفت، مش هقول استغليت، وظفت الخبره العمليه في رساله الماجستير، وعملت رساله عن المراسل الاعلامي والحمد لله خدتها بامتياز في سنه واربع شهور الى ثلاث ايام. وما فيهاش خطا املائي ولا نحو واحد بشهاده اللجنه. انا الناس دايما تقول لك انت بعد سن الستين انت طلعت معاش، ده التفكير المصري المعتاد. نعم. يعني الايه زي ما بيقولوا كده الديفولت، يعني اللي هو الشيء الثابت عندنا. صحيح. انا كسرت القاعده دي في سن 71 حصلت على رساله الدكتوراه، عايز تعمل بيها ايه؟ ناس تقول لك يعني الراجل ده عايز يعمل ايه؟ اكيد عند حضرتك تفكير مختلف عايزين نوضحه للناس. شوف حضرتك، اللي عنده حلم وعنده قناعه بامكانياته هيحقق المستحيل زي ما بيقولوا. انا من الناس اللي ما بعرفش اضيع وقت، بالنسبه لي ماليش في النوادي، ماليش في الكافيهات، ماليش، لازم كل يوم اقولش عن نفسي يعني لازم اعمل عمل ايجابي، ان شاء الله حتى اطبخ في البيت، ان شاء الله اكو هدومي، بس عملت عمل ايجابي. فمن خلال عملي بره، ولو عمل بره عمل مش مفيش يعني، ممكن اشتغل 10 15 ساعه تنتج فيهم وتاخد مقابل، فتعودت ان اشتغل. فبالتالي لما رجعت من قدمت استقالتي هناك من كتاب الامارات سنه 15، رجعت هنا كليه جامعه خاصه، مش عايز اقول اسمها عشان ما يكونش اعلان يعني، بعتوا لي تعالى اشتغل معانا. درست تاني اثنين اللي طلبت الاعلام فيها كانوا في منتهى الجمال، كنت في منتهى السعاده وانا رايح اركب القطر رايح اسكندريه، في منتهى السعاده وانا رايح، مزجت ما بين الناحيه الاكاديميه والناحيه الخبره 45 سنه، وكانت محاضراتي عباره عن يعني ورشه عمل اكثر منها محاضره. هو ده الكلام، هو الاعلام كده اصلا يعني. وازاي يا استاذ مصطفى ازاي انقل خبره، كانت قعدت 35 سنه، ازاي انقل للطلبه اللي عندي خبره 35 سنه في كورس 12 محاضره؟ وده كان الهدف، من الهدف ان انا انقل خبرتي العمليه للطلبه. وحتى هذه اللحظه بتواصلوا معايا من اللي انا درست لهم يعني. كانت فتره، فقلت طيب ما انا طالما لقيت نفسي في حاجه زي دي، طب ليه انا ما اكملش الحلم بتاعي؟ حيث. وعلى فكره الحلم ده انا سجلته قبل ما اسافر ابو ظبي في 81، سجلت الماجستير. اذا هو حلم مؤجل. مؤجل. فطبعا سافرت حضرتك تعرف بره انشغال، فقلت لا ما فيش داعي. فالحمد لله لما لقيت نفسي عندي فرصه ثانيه في 15 عملت الماجستير خدته، وبعد ما خدت الماجستير سجلت في اعلام القاهره الدكتوراه عن موضوع اللي هي معالجه قناتي الصين والحره للقضايا العربيه. حلو. يعني قبل بقى ما نتكلم عن التفاصيل دي، انا عايز اسالك سؤال مهم وارجع برضو لحضرتك. سنه طبعا. 75 اول دفعه اتخرجت من كليه اعلام، كان اكيد ليها الكليه طابع خاص في الوقت ده. بعد مرور العديد من السنوات دي وتدريس الطلبه
يعني في السنين اللي فاتت القريبة اختلاف المناهج بقى عامل ازاي، وكمان انك تدرس الدكتوراه في كليات او كلية الاعلام لقيت الموضوع عامل ازاي؟ هل في اختلاف كبير؟ هل في خليني اقول التكنولوجيا الحديثة يمكن لما دخلت صحيح على الاعلام صحيح، ايه الاختلافات اللي حضرتك لاحظتها؟ شوف حضرتك الكلية بنت العصر الموجود، فاحنا دلوقتي في السوشيال ميديا وصحافة المواطن والمواطن الصحفي، فبالتأكيد في مناهج جديدة دخلوها. احنا في الأول حضرتك في الأربع سنين اتنقلنا، كان اسمه معهد الإعلام أولى وتانية، بعد كده بقى كلية ثالثة ورابعة، اتنقلنا ما بين معهد الإحصاء، الحقوق، العلوم السياسية، اتنقلنا كل سنة بتنقل في مكان، ما كانش عندنا استوديو، ما كانش عندنا، الحاجة الوحيدة اللي كنا بنعملها كانت صوت الجامعة، مجلة صوت الجامعة بنكتبها ونحررها ونوزعها كطلبة عشان ناخد أعمال السنة فيها. دلوقتي لا، دلوقتي بروح كلية الإعلام دلوقتي بشوف بنبهر بكلية الإعلام. الموضوع اختلف خالص. استوديوهات على أحدث مستوى، اللغة الإنجليزية والإعلام الرقمي دخل، وطبعا السوشيال ميديا، وطبعا في رسائل كتير جدا جدا. أنا درست زي حضرتك أو يعني بعد حضرتك طبعا، بس هو نفس المنهج النظري، لكن دلوقتي الموضوع تحول لشكل عملي خالص. ايوه شكل عملي صحيح، وده الاهم، ده الاهم فعلا فعلا، دلوقتي الشكل العملي هو الاهم بالنسبه لنا. عشان كده في رسالتين اثنين، الاولانيه وظفت المراسل الاعلامي اللي اشتغلتها، ودي حكايه طويله جدا جدا وفيها وقفات كثيره جدا في المراسل الاعلامي وازاي اشتغل واو لاخره والمشاكل اللي تقابله. وفي الدكتوراه اخترت موضوع الصين ويمكن وامريكا. لو حضرتك سألتني، ونحن نتحدث عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وأنت هنا أخذت قطبي العالم الشرقي والغربي. نعم. الصين اليوم هذه القناة الرسمية الصينية اللي بتتحدث باللغة العربية والحرة الأمريكية اللي بتصدر من الولايات المتحدة الأمريكية صحيح، ومعالجة القضايا العربية. صحيح. كيف وظفت أو كيف رصدت ملامح معالجة القضايا العربية ما بين هاتين القناتين في رسالة الدكتوراه؟ شوف حضرتك، أنا عشان أوظف الحاجة دي عملت طبعاً عملت حاجتين اثنين. في اولا دراسه استطلاعيه، وبعدين دراسه مع الخبراء اللي هم دراسه متعمقه مع الخبراء اللي هم السفراء مثلا مصر في الصين المهتمين بالامر الصيني. ثلاثه دراسه مع الجمهور او استقبال مع الجمهور. انا اخترت الصين اساسا لان بعد ما عملت بحث كتير جدا جدا كانت اول رساله عربيه ودوليه بتناقش قناه الصين الموجهه. يعني اول رساله علميه باللغه العربيه او حتى باللغه الاجنبيه، محدش درس قناة الصين الموجهة غير أول رسالة أنا كنت أول رسالة فيها. دي حاجة. الحاجة الثانية الغريب بقى يا أستاذ مصطفى، الغريب إن في الصين أو قناة الصين توقعت إن هم يمدوني بمعلومات. شوف أنا مع حضرتك، الصين قوة اقتصادية جبارة، الصين قطب طالع رهيب، الصين هي اللي عاملة لحضرتك مذكر على عودة العلاقات السعودية الإيرانية، الوسيط فيها مش وسيط بس، الضامن فيها الرئيس الصيني. يعني مكانة الصين مكانة اقتصادية لا خلاف عليها، مشروع حزام الطريق هو لا خلاف على هذا. لكن أما تيجي الإعلام الصيني للأسف الشديد لا، في فجوة كبيرة جدا جدا جدا، وده حاولت هنا مع السفارة الصينية وحاولت مع القائم بالأعمال. طب مضمون الرسالة إيه؟ كيف رصدت يعني معالجة القضايا العربية؟ نعم. بغض النظر عن الملف يعني، نعم، كيف تنظر، كيف تتناول الصين القضايا العربية؟ الصين تتناول قضايانا، هناك محظورات على القناة أن تستخدمها. مثال المظاهرات، الانقلابات، حرب أهلية، حروب، ابعد عن الكلام ده كله خلاص، نهائي ما تجيبهوش. طيب يا 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 مستشار إعلامي أو يا إعلام صيني، أنت بتخاطب المشاهد العربي اللي موجود في الكويت لحد المغرب. طيب هو عنده مثلا أحداث في السودان، أحداث في ليبيا، عايز أعرفها، مش هروح بعيد، الربيع العربي. الربيع العربي أول تعليق صيني بعد 6 أيام أو 10 أيام على ما أذكر من الربيع العربي، وقال إيه عليه؟ إيه؟ حدث داخلي لا شأن لنا به. وعلى العكس الحرة الأمريكية. الحرة تماما. الحرة الأمريكية دي حاجة، الحاجة الثانية في الصين أنت بتجيب لي 4 أخبار أو 3 أخبار، بتجيبهم لي 3 أخبار، أخبار محلية صينية، تجيبهم لي ليه؟ ما أعرفش موسيقى فين؟ باخرة فين؟ أنا مالي الكلام ده كله، سايب لي مثلا اللي حدث في السودان وفي ليبيا وجايب لي حدث محلي، 3 أحداث محليين جايبهم لي، وبعدين جايب كمان كل ما هو اخبار سلبيه عن الولايات المتحده الامريكيه لازم يجيبها، الانسحاب الامريكي من افغانستان، سرقه النفط السوري من الحسكه، المهم وهكذا. ففي اختلاف طبعا، لا الامريكيه خبره وطبعا متحفظه عليها وفي انتقادات كبيره لها وكل حاجه، لكن فرق كبير ما بين التوجه
الصيني الإعلامي والتوجه الأمريكي الإعلامي في حدود الدولة الاثنين. طيب عايزة أتكلم مع حضرتك عن موضوعين عنك. تفضلي. يعني أول حاجة رسالتك في الدكتوراه كانت خالية من الأخطاء الإملائية. طبعا خلاص دي عايزة أتكلم عنها. وعايزة أتكلم عن الصورة اللي يمكن شفناها في الشاشة من شوية وهي صورتك مع حفيدك تقريبا صح؟ طيب. علاقتك بحفيد احنا شايفينه دلوقتي مع بعض يعني زي القمر ما شاء الله ربنا يخليه لك. عايزه اعرف العلاقه الحلوه قوي دي ما بينكم عامله ازاي. حاضر. وكمان رساله. حاضر. كانت فعلا خاليه من الاخطاء الاملائيه والنحويه. بص حضرتك، اولا رساله الماجستير والدكتوراه وبشهاده المشرفين والمحكمين خاليه من اي خطا املائي ونحوي. لسبب بسيط، انا بطبيعتي محب اللغه العربيه، وكنت في وانا في الثانوي وفي الاعدادي موضوع التعبير بتاعي يلف على الطلبه، ما كنتش الاول على الصف، لكن في اللغه العربيه كنت يعني ادعي ان انا كنت كويس. فعشان كده اشتغلت في التحرير الاخباري، وفي التحرير الاخباري حضرتك وفي الاذاعه بالذات عيب على المحرر ان هو يخطا في همزه تحت او همزه فوق او الاخر. فخلاص انا لحد دلوقتي حضرتك ما بقولش على نفس حاجه. الشعر الجاهلي اللي اخدته في الثانوي بتاع ابو تمام والوي وي والمتنبي كله حافظه لحد دلوقتي، لان بحب اللغه العربيه. فده انعكس على رسالتي في الماجستير، وبالتالي انعكس كمان ثاني على رسالتي في الدكتوراه. الحمد لله انا اللي عاملها كلها من الجلده للجلده، الحمد لله ما فيهاش اي خطا املاء ولا نحو، ممكن في خطا اي كلام، لكن املاء ونحوي في حق المحرر بيبقى شكلها وحش. هو مثلا محرر بقاله 45 سنه بيكتب مقالات واو لاخره. انا حضرتك مثلا هقول لك حضرتك كمثال كمراسل اعلامي. طب انت رجعت كم مره على رساله الدكتوراه عشان تتاكد ان ما فيهاش؟ لا رجعت اكثر من مره للامانه، اكثر مره. ساعات العين خداعه، ممكن تحصل مني مثلا همزه تعدي مني كده كده، فرجعت مره اثنين ثلاثه لحد ما طمنت ما فيهاش حاجه خلاص نهائي. لكن بحكم العمل بقى اللي هو التحرير الاخباري، وبالمناسبه حضرتك كمان التحرير الاذاعي، انا اتحلت اذاعه وتلفزيون ووكاله وصحف. اصعب انواع التحرير، يمكن دي مفاجاه، التحرير الاذاعي. اصعب انواع التحرير هو التحرير الاذاعه مش التلفزيون. لسبب بسيط، انا بخاطب ودني. مستمع واحد بيسوق عربيه، خاطب ودني، واحد ما بخاطبش عين، واحد بتخطب، واحد بتطبخ في البيت. صح. فبالتالي ما كانش الجمله واضحه وقصيره، وصفيه، الجمل الوصفيه جدا جدا جدا، ما فيهاش لبس. لكن اللي في الجورنال مش اشكال، ما فيهاش لكن نهائي، ولا جمله اعتراضيه، ولا شبه جمله، ولا لا 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 لا، ما ينفعش ابدا في الاذاعه. التلفزيون اهو انا عندي حاسه كم حاسه بشوف الجورنال في ايدي، ممكن اقرا الجمله كم مره، لكن الاذاعه لا، لو هرب مني المستمع بتاعي يبقى انا فشلت كمحرر يعني. اما طيب الجزء الثاني بقى من الموضوع وهو الاهم، يعني ده ياسين، ده نقطه ضعف في حياتي. ياسين لانه ربنا يخليه ابن الوحيد احمد بيحضر دكتوراه في سان فرانسيسكو او في سانفورد، وده ابن وده حفيد الوحيد اللي عنده. العلاقه اللي بينه وبين ياسين علاقه مرضيه يعني هو عنده جده هنا مثلا، ده يعني حاجه. فهو على فكره كمان الاهداء اللي هو يعني الاهداء بتاع انا كنت لسه اسالك انه اهداء الدكتوراه كان ليه؟ اللي هو الى حفيد الغالي ياسين، الى حفيد الغالي ياسين البلبل الذي بلا حياتنا تغريدا، ده اعمل له الاهداء. فاخدته معايا حتى لما حد يشوف الصوره، حتى في النطق بالحكم على الرساله كنت شايله، لان هو الحمد لله هو جميل يعني ياسين، فربنا يكرمه. حضرتك الآن تعمل يعني كمدرس لمواد الإعلام في عدد من الجامعات الخاصة؟ أو لحد دلوقتي إن شاء الله في جامعة يعني عاملة لي حاجة كده إن شاء الله، فبإذن الله عندي أمل في أول سنة جديدة إن شاء الله نروح. يعني أجمل شيء حضرتك يا أستاذ مصطفى إنك تمزج ما بين العملي والنظري، يعني ما بين الأكاديمي وتكون قريب جدا من الطلبة. وأحسن حاجة في أي إنسان يعني إنه يحب عمله الأول وتفوق فيه، بيبقى بغض النظر بيبقى عارف حضرتك بتقول بالعربي كده، او مالي مكانه، مالي مركزه. بعد انا كنت مثلا في التحرير في كتاب الامارات، بعدين المحررين 4 5 8، الخبر اللي فيه مشكله او معقد زي ما عندنا كده يعني معقرب زي ما بقولوا، ودوه لهاني، لان انا عارف الخطوط حمراء شكلها ايه وهعمل هطلع منه ازاي. فيعني الحمد لله يعني. طيب غير. دكتور انا عايزه اقول لك على حاجه. انا بقعد مع شباب صغير في السن. نعم. بيصدروا لي طاقة سلبية، مفيش حاجة تتعمل، مفيش حلم، ما الدنيا سودة قدامهم. قاعدة معاك دلوقتي الطاقة كلها إيجابية فعلا، واصل لي ابتسامة حلوة جدا، وشايفة حلم وشايفة لسه طموح. نعم. فأنت حلمك إيه؟ عايز تعمل إيه تاني؟ حلمي إن أنقل خبرتي، هي خبرة أنقلها
سواء عندي ان شاء الله مشروع كتاب او كتابين ان شاء الله في التحرير الاخباري او حاجه عن الصين، وانا الى الحاجه دي الطلبه اللي هم طلبه اعلام، واقول له يا حبيبي ازاي اديك خبره 45 سنه في كورس مثلا او كورسين اثنين يعني. فده اللي نفسي اعمله. وعندي رساله للجميع، لا اصبر على حلمك، اشتغل عليه يعني. عفوا، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا، والعمل هنا نكره مش العمل يعني. معناها اللي عفوا بلمع جزم، اللي بيشتغل فلاح، بيشتغل مهندس، بيشتغل طبيب، اي عمل اي عمل. لان هنا مقصوده هنا نكره، هنا معناها ان اي عمل اتقنه اتقنه وربنا هيكرمك فيه. وده الحمد لله يعني بغض النظر على عادي المادي بتاعي، انا كنت في زيارة ابو ظبي اقل واحد ماديا لظروف معينه تعيين يعني. والله عايز اقول الكلام ده وبحلف بالله اجتهدت وكبرت. والله بيجي لي الناس انا كمدير تحرير او رئيس قسم او اخره، بيجي ناس فرق بيني وبينه 10 سنين خبره، 15 سنه، يقول لك يا هاني خد ده دربه وكذا وكذا وكذا. قلت يا ربي، عهد بيني وبين ربي، يا ربي انا ارتضيت ان اشتغل في هذا المكان، خدت 1000، خدت 2، خدت 1، العمل ياخد حقه. طالما ارتضيت يبقى العمل فعلا ملوش. والحمد لله ربنا اكرمني بكتير جدا جدا. وعلى فكره مش كل الرزق بقى مال. طبعا الرزق ممكن يكون زوجه صالحه زي زوجتي انا الحمد لله، واقفه جنبي وشجعتني على الرساله. تضربنا الجمل. زوج ابن صالح طبعا، صديق صالح طبعا، جار صالح، ما شاء الله جار صالح. فمش كل رزق كل رزق مال، ده حقيقي. دايما بيقولوا ان يعني الانسان يعني بيموت لو هو توقف عن التفكير، صحيح، وتوقف عن السعي. صحيح صحيح. لو انت دايما دماغك شغاله وما قلتش انا طلعت معاش، انا عملت، انا بتاع، خلاص انا اقعد بقى في البيت اسقي الزرع واشوف مش عارف ايه، لا انت كده فعلا خلاص انت دماغك توقف عن التفكير. عندنا النهارده مثال حي، دكتور محمد هاني الجمل اللي حصل على الدكتوراه بعد سن 70، حصل عليها بعد سن 71 سنه. نموذج مصري مشرف قدر ان هو يكسر هذه القاعده ويدينا مثل ويدينا امل لكل واحد تخطى سن 60 ان هو يقدر يشتغل على نفسه ويقدر يطور نفسه ويقدر يجتهد ويبقى مثال. شكرا لك دكتور، اديتنا طاقه ايجابيه عظيمه جدا جدا جدا، شحنه بصراحه نشتغل عليها طول اليوم. في صباح الخير. وعلى فكره كمان بالمناسبه شجعني كمان الزميل الدكتور حسن المشرف على رسالتي، دكتور حسن العماد. والامانه كان نعم الزميل والمشرف والاخ والصديق. طبعا. وكان حظي كمان في المناقشه دكتور محمد معوض دكتوره والدكتوره هوايدة مصطفى، يعني قامتين علميتين الحمد لله. انا فخور وحظي كان جميل انهم ناقشوا الرساله بتاعتي. واحنا فخورين ان حضرتك معانا النهارده، فخورين باللي انت عملته. انا بشكرك. نشكرك يا دكتور محمد هاني الجمل على كل يعني الطاقه الايجابيه اللي انت زودتنا بيها النهارده. بنشكرك.